مهم جدا ان احنا نعرف مصر متكونة من ايه، واحنا نقدر نعمل ايه، واحنا عاملين في نفسنا ايه. مصر تقريبا فيها 28 محافظة، وانا بقول تقريبا لان التقسيم الاداري بيختلف. متوسط عدد المراكز، المحافظة بتتكون من مراكز تقريبا 6 7 8. المركز فيه كم قرية؟ 40 50 60. عدد القرى في مصر 5600 قرية. طب القرية دي نفسها البنية الامنية بتاعتها ايه؟ شوية غفر من 15 ل 20 غفير، بيرقصهم شيخ غفر وبعدين عمبة او شيخ بقى. طيب الغفر دول القوة دي مش مسموح لها ان هي تتعامل مع اهل القرية. ليه؟ لان هم من اهل القرية نفسهم واهلهم هناك، وبعدين مسلحين معهم شباب بنادق، بس متوسط القرى من 10,000 ل 15,000. فهتعمل ايه؟ فايه اللي بيحصل مع اي اضطراب؟ هم دول بيقوموا بدور عصافي العيون يعني، فبيكلم العمده، العمده بيكلم رئيس المباحث الجنائيه اللي هو بيكلم بقى لو الموضوع ليه طابع سياسي، بيكلم امن الدوله عشان خاطر يبعت لهم فرقه او مجموعه على حسب الاضراب وعدد القريه. طب لو قريتين ثلاثه خلاص ما عندوش بقى كذا مركز في نفس المحافظه، شوفوا بقى المحافظه كده 30 40 قريه وقفوا. طب لو طلع من عندنا 5% من هذه النقاط، 5% بعد بناء الثوره، وناخد وقتنا في بناء الثوره، وبناء الثوره دي خطوات هنبتدي نتكلم فيها على طول، وطلع 5% يعني من كل 100 نقطة طلع 5 نقط، يبقى عندنا في حدود 450. أضف للقرى بقى المناطق الشعبية في القاهرة والإسكندرية، عندك مناطق شعبية لوحدها بلاد. يعني من بناء الثورة إن أنت لازم تفهم الناس إن هو صاحب البلد مش عبد عند أمين الشرطة وعند حظ الضابط، وإن أنت ليك حق في البلد، وإن أنت مفروض ابنك يبقى قاضي لو هو شاطر، يبقى ضابط، يبقى ضابط جيش، وإن ما ينفعش ضابط لواء يوقفك في الشارع بأي سبب يهينك. دي مشكلة، دي في بناء الثورة ان احنا نفكر العبيد ان هم بني ادمين، لكن الاحرار عارفين. هننزل حوالين مفاصل الدولة، بس مش كل مفاصل الدولة، احنا مش عايزين احنا كمان ننتشر بما يضعفنا. كل قرية تحدد لها هدف او اثنين، مجلس قروي، مأمورية ضرائب، بنك حكومي، محكمة، مجلس مدينة، محليات، حزب من الاحزاب العظيمة اللي بتبقى، المهم كل واحد بيبقى هو بس اماكن للتجمع لينا. ننزل، نزلنا اول يوم 5% بس، تاني يوم هنبقى كام؟ هو يقف. طب انت بتنزل بتحمي ممتلكاتك، لا تسمح ان حد يولع فيها ولا حد يضربها ولا حد. هذه الممتلكات لا يمكن الشرطة تحرسها زي ما اتفقنا. احنا بنقول لو 30 40 بيقفوا، لو 300 400، طب لو 5000 بقى في بناء الثورة. يعني انا ما اقدرش اقول للناس انزلوا والناس لسه ما استوعبتش الخطة دي وما اقتنعتش بيها. بعد كده لما بتأمن نزول الناس لحد ما يوصل الناس لنسبة كبيرة بقى 30-40% من الاهداف من القرى والنقط، خلاص بقى الموضوع طلع بره ايديهم. انت تبتدي تقدم طلبات، طلبات مشروعة تنص على جميع قوانين الدولة من حقوق الشعب والحريات، حرية الانتخابات والديمقراطية والمحاسبة وبرلمان غير مزور، قضاء غير مسيس. وما تخافوش، دي سهلة. في عندك حاجتين، حالتين: حالة أولانية أن يتم رفض هذه المطالب، والحاجة الثانية أن يتم الاعتداء على بعض القرى. ممكن مثلا هو عنده مثلا، هنوصل مثلا بعد كده أن في 1000 نقطة، فهو عارف يعتدي على 50 نقطة، جميع نقط الجمهورية. هو طبعا مش يوصل للمرحلة دي أول ما أنت تنزل بقول لك 30 قرية شخ على روح. جميع النقط اللي هي موجودة دي خلاص الشعب هياخدها، أنتوا كده نظام غير امين. طبعا احنا عارفين ان انتوا غير امين، وعارفين ان انتوا مش نظام اصلا، بس احنا بنبتدي بثوره سلميه، نظام غير امين، وهنبتدي نستولي على كل الحاجات دي. محدش كده يخش، تعالى لف انت بقى 300-400 ألف واحد على كل الاماكن اللي احنا ماسكينها. النقطه الثانيه ان انا في الشارع مانيش في ميدان، وان انا منتشر في كل حته في القرى. انا بقولها لك بمنتهى الود، انا مصري وانت مصري، انا حريص على ابنك برغم ان انت مجرم، برغم ان انت منحط، انا حريص على ابنك وحريص على بيتك. اوعى تفتكر ان انا ليا ابن وانت مالكش ابن، اوعى تفتكر ان انا بيتي مباح وانت بيتك اللي انا شايفه اهو مش مباح، اوعى تفتكر ان انا هدور. لا، انتوا كمنظومه لو الشرطه ضربت حد في بورسعيد فالشرطه كلها ضربت الناس كلها في مصر، لو الجيش تدخل فهكذا. هل السيسي هياخدكم كلكم معاه المنطقه الاداريه؟ يا عم تروحوا يا عم تغوروا كلكم، ده ياخد معاه كل الضباط والعساكر وامناء الشرطه والقضاه. تمام، فهيبقى موجود ساعتها ان انت ايه، ان انت بتقول انا ليا مطالب، انا شعب، انا ليا مطالب، والمطالب دي من حقي ان انا اقولها. في حاله الاعتداء على الناس السلميين او في حاله التلكؤ بيتم التصعيد، والتصعيد هو الاستيلاء، وبعد كده احنا اللي بندير. خلينا في الخطوه الاولى ولكل مقام مقام. هو ده ملخص الخطة اللي انا بقولها. اتمنى ان انتوا تفكروا تسمعوا الموضوع ده مرة واثنين، واللي يقتنع بيه لازم ينشره لاكبر عدد ممكن. وهي دي فكرة بناء الثورة، اول خطوة فيها اللي هو نشر فكرة ومناقشتها.